الله الرحمن الرحيم. تقبلنا بشريا اهلا بكم مشاهدينا الكرام، واحنا في شهر رمضان شهر القرآن. دي فرصة مناسبة علشان نتكلم عن علم من اعلام دولة التلاوة في مصر والعالم، هو القارئ الشيخ ابو العنين شعيشع. هذا القارئ الذي عرف بانه ملك الصبا وذاع صيته وشهرته في الاقطار العربية والاسلامية، وكان علما ورحل عن عالمنا منذ حوالي 10 سنوات وبالتحديد في 2011. مشاهدينا الكرام، هنتكلم عن القارئ الشيخ ابو العنين شعيشع ونتناول مسيرته وابرز ما قدمه من اسهامات في القرآن الكريم او في قراءاته المختلفة الى الاذاعة المصرية والى العالم العربي والاسلامي. وللحديث عن هذا الموضوع بيشرفنا يكون معانا الأستاذ محمد السعاتي، الكاتب الصحفي بجريدة عقيداتي والمتحدث الرسمي باسم نقابة القراء. أستاذ محمد صباح الخير وأهلا بك، وكل سنة وحضرتك طيب. الصلاة والسلام، شكرا للدعوة الكريمة وكل عام وأنتم بخير. أولا عايزين نعرف خصوصا للأجيال الجديدة من هو القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع. مختصرا يعني أختصر الحديث في عبارات قليلة. الشيخ أبو العنين شعيشع هذا صوت سماوي معجز متفرد، أتى من بيلة مركز كفر الشيخ ليكون عالما ويحقق العديد من الأرقام التي لا يضاهيها أحد غيره. الشيخ أبو العنين شعيشع ولد في عام 1922. هذا العملاق يعد أصغر قارئ يلتحق بالإذاعة المصرية في عام 1939. اسمح لي أستاذنا الفاضل أن أنا أقول حاجة مهمة جدا. تفضل. حينما التقيت مولانا في عام 2005 لإجراء حوار، سألت سؤال، مين مثله الأعلى؟ فقال مولانا الشيخ مصطفى إسماعيل رحمة الله عليه. هنا بقى الإعجاز حضرتك، التلميذ يتحدث عن أستاذه. طيب كيف للتلميذ أن يلتحق بالإذاعة عام 39 بينما الشيخ مصطفى إسماعيل الأستاذ يلتحق بالإذاعة المصرية عام 1945؟ الأستاذ يلتحق بالإذاعة عام 45، يعني بعدها بست سنوات بعدما التحق تلميذه عام 39. الشيخ بدأت حياته الكريمة مع القرآن الكريم وهو طفل صغير. مولانا الشيخ يوسف شتا في الكتاب لما رآه وقعت عينه على الابن كده وهو بيقرأ، أثنى عليه ثناء حسنا وتنبأ له بمستقبل باهر. بعد كده يحصل تكريم الشهداء في محافظة الدقالية، وكانت بيلة تابعة وكفر الشيخ كانت تابعتين للإيه؟ لمحافظة الدقالية، مديرية الدقالية. يعني في الأول ما كانتش كفر الشيخ
محافظة مثل باقي المحافظات، لكنها ولأنها كانت تابعة للمديرية الدقهلية، لذا نجد أن الشيخ وعمره 14 سنة يدعى للمشاركة في حفل تكريم الشهداء الذين رحلوا في أبان فترة الاستعمار البريطاني، فعملوا حفل في مدرسة الصنايع في المنصورة. هذا الطفل الذي يبلغ من العمر 14 عاما يقرأ هذا الحفل في حضور قرابة 4000 شخص. من هنا ينطلق الشيخ، كيف؟ سمعه أحد الوجهاء فنصحه بأن يشارك في عزاء إمام الجامع الأزهر، شيخ الجامع الأزهر الشيخ الخضري، وده مشهور، ويصطحبه معه إلى القاهرة لينزح هذا الطفل الكبير في هذا السن، ثم تبدأ رحلته مع العالمية ليحقق أرقاما فلكية بعد ذلك في مجال القرآن الكريم، أهمها أنه أصغر قارئ تعتمده الإذاعة المصرية في عمر 17 سنة. لو قلنا هو مولد 22 واعتمد 39، المسافة بينهما 17 عام. طب هو عنده 17 سنة بيعتمده في الإذاعة المصرية، هل ده كان عامل أو نقطة تحول لأن يذاع صيت وشهرة القارئ الراحل في العالم، في مصر والعالم العربي والإسلامي؟ سعادة الباشا الشيخ مولانا الشيخ أبو العنين شعيشع ربنا أراد له كده، ولد لكي يكون عملاقا في هذا المجال، نزح إلى القاهرة، ومن ينزح من القراء وكما هو معروف يصل إلى العالمية من خلال دولة التلاوة المصرية، ليصل بعد ذلك الشيخ أبو العنين شعيشع إلى تلاوة أو قراءة السورة في مسجد عمر مكرم، ثم بعد ذلك يحصل على الشرف، ينال الشرف بأن يكون قارئا للمسجد الزينبي السيدة زينب رضي الله عنها، ولعلك قد ذهبت إلى مسجد الستين السيدة زينب، ومن يذهب إلى يكتب له الإيه؟ إلى ستين السيدة زينب يكتب له الفتوح في الأرض والقبول بين البشر. فالشيخ بعد ذلك تساهم الإذاعة المصرية، يعني القارئ يولد عادي قارئ في المحيط بتاعه، لكن الإذاعة المصرية تنظر وتجد أنه صوته يصل إلى جميع أنحاء العالم من خلال هذه الإذاعة المصرية، ثم الشيخ بعد ذلك يحقق هذه الأرقام فيدعى لإحياء السهرات بعدما كان يدعى في على مستوى الجمهورية فقط، على مستوى العالم أجمع. قبل ما نروح على مستوى العالم أجمع، إيه أبرز ما أو الملكات اللي كانت بتميز الشيخ شعيشع عن باقي القراء سواء اللي كانوا في فترته أو من سبقوه؟ الشيخ كان يتمتع بصوت فريد، هذا الصوت الملائكي، يعني في كمتحدث لنقابة القراء ومتخصص نجد من يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل، نجد من يقلد الشيخ محمد رفعت، نجد من يقلد الشيخ البنا والشيخ البهتيمي ومشايخنا الكبار، ما فيش حد يقلد الشيخ أبو العنين شعيشع. ليه؟ لأنه متفرد في هذا المجال، لقد وهبه الله صوتا ملائكيا فريد، ما فيش حد يقدر يقلد الشيخ أبو العنين شعيشع مطلقا. يعني أنت تسمع الدكتور أحمد نعينة تقول الشيخ مصطفى إسماعيل في شبابه، بعد كده بيحاول كل قارئ بعدما يكون مقلدا ان يعني يستقل بمدرسته، الا الشيخ ابو العنين شعيشع ما حدش يقدر يقلده ابدا، استحال. سبحان الله. والشيخ بدا مع الشيخ محمد رفعت، وكان لما الاذاعه المصريه لما تعثر على شريط نادر للشيخ رفعت وفيه تلف مساحه دقيقه دقيقتين، كانوا يجيبوا اقرب الصوت له، اول ما بدا كان يقلد الشيخ رفعت كما ينبغي، كأنه هو كما يقولون. فكانوا يأتون بالشيخ لكي يقرأ يعالج هذا الخطأ في الشريط اللي هو البكر، ثم ينطلق بعد ذلك، فلا يستطيع أحد أن يميز بين صوتي الشيخ رفعت رحمة الله عليه قصارة السماء وبين الشيخ أبو العين شعيشع. فنخلص من ذلك أن الشيخ كان متفردا في صوته، وصوته ملائكيا إعجازا ربانيا.
بعد كده قلنا ان باعتماد الشيخ في الإذاعة المصرية، وبعد كده ذهابه الى الخارج من العلامات او ابرز الاماكن اللي قرأ فيها الشيخ في المسجد الأقصى المبارك. هل عند حضرتك تفاصيل حوالين هذه القراءة في المسجد الأقصى، خصوصا انه اول قارئ مصري يقرأ في اولى القبلتين؟ تمام. هو يعني اللي هو الحاكم لما يذهب إلى هذه البلدان بيصطحب معه الكفاءات من القراء، ففي هذه الفترة حينما قرأ مولانا الشيخ أبو العين شعيشع اصطحبه السيد رئيس الجمهورية معه، واصطحب معه الشيخ مصطفى إسماعيل أيضا وبعض القراء. السيد رئيس الجمهورية الرئيس محمد أنور السادات. أنور السادات. أنور السادات، نعم. لأن الشيخ كما قلنا ولد عملاقا، فكان من نصيبه أن يذهب إلى هذا المكان المبارك ويقرأ، وكما قلنا أنه قد سبق أستاذه في الاعتماد بالإذاعة ست سنوات، عام 39 الشيخ مصطفى إسماعيل 45. إذن فهذا الشيخ كما قلنا ولد عملاقا، فكان من نصيبه أن يذهب ليقرأ في هذا المكان المبارك ويشعل العالم أجمع أن هناك قبلة سابقة للإسلام والمسلمين. إيه قصة تلقيب الشيخ بملك الصبا؟ نعم. إيه ما هي قصة أو سبب يعني إطلاق ملك الصبا على الشيخ؟ نعم. الصبا الصبا المقام موسيقي حزين، لأن الشيخ من الأصوات التي تشعرك بالخشوع، فده مقام الصبا اللي هو يشعرك أن أنت لازم تكون في معية الله. في مقامات أخرى زي الرصد وكده بيقولونها بطبقة أخرى، لكن الخشوع حينما تقترب من شخصية الشيخ تجده يستحق أن يلقب بملك الصبا، مقام اسمه الصبا. وفي الصبا الحزين والصبا المعتدل. بعد كده نخش بقى الحجاز كار والحاجات دي. أما الشيخ لأنه كان خاشعا مع الله، تحس حينما تسمعه ومثلما كنا نسمعه منذ قليل تجد الخشوع التام مع الله، وهو مقام الصبا. تمام. طيب حجم إسهامات أو ما تركه الشيخ للإذاعة أو من تسجيلات في الإذاعة أو غيرها من الأماكن؟ هو الشيخ قرأ القرآن الكريم كاملا في الإذاعة المصرية وفي الإذاعة البريطانية، وكان يفتتح إحدى الإذاعات خارج مصر وله تسجيلات خاصة، لكن حظ الشيخ من التسجيلات في الإذاعة المصرية أيام زمان ما كانش في شرايط، فهم كانوا الشيخ كان يقيم في الإذاعة. يعني لو تحدثنا نحن الآن في شهر رمضان المعظم، الشيخ من يعني لو قرأت تاريخه هتجد أن الشيخ كان يجلس في الإذاعة طوال اليوم يؤذن الظهر على الهواء مباشرة، ثم ينتظر ليؤذن العصر، ثم ينتظر ليؤذن للمغرب، ثم يتناول على التمر والماء واللبن، ثم ينتظر ليعلن أذان العشاء، ثم يعود إلى منزله ليتناول الإفطار. كانت دي وظيفتهم، لما ينتظروا، لأن ما فيش أيام زمان ما كانش في تسجيلات. هو حظه من التلاوة أن كان هذه التسجيلات كانت تتم مسحها، يتم مسحها لكي يسجلون عليها مرة أخرى، ويأتي من بعده ليسجل، ثم يتم المسح ليأتي من بعده، وهكذا. لكن في العصر الحديث يعني اللي نفع دولة التلاوة إن في محبين عندهم شرايط للشيخ أبو العين شعيشع أو الشيخ مصطفى، وفي ناس عندها مكتبة خاصة بتهديها للإذاعة بعد كده، مثلما فعل أبناء الشيخ عباس عبد الصمد بارك الله فيهم، وأهدوا الإذاعة المصرية القرآن الكريم برواية ورش هدية للإذاعة المصرية. تمام. طيب احنا عارفين برضو ان شهر رمضان بيتحرص العديد من الدول العربية الإسلامية وأيضا الجاليات الإسلامية في الدول الغربية على يعني دعوة القراء المصريين على مدى يعني السنوات كثيرة للقراءة في مساجد هذه الدول. يعني نصيب الشيخ أبو العينين شعيشع في هذه الدعوات، وإلى أي مدى كان حاضر وكان يعني له مكانة في هذه الدول؟
اللهم صل عليك سيدنا النبي. انا شرفت طبعا باجراء حوار مطول مع مولانا في منزله عام 2005 في روكسي شارع السبق او شارع السباق. مولانا الشيخ له حظ اوفر في الدعوات خارج البلاد، مش بس في البلاد العربيه والخليجيه، لا، في البلاد التي لا تتحدث باللغه العربيه قاطبه. يعني في بلاد لا يتحدثون العربيه كانوا يوجهون الدعوه للشيخ ليستمتعوا باداء الشيخ المعجز. وكان في بلاد، هو الشيخ كان يحكي يقول كانوا بيقابلوني بيوفط مضاءه بالنيون في الشوارع. في مدارس كاملة تحمل اسم الشيخ عباس، الشيخ مصطفى، الشيخ أبو العينين شعيشة الذي يعد أول ثاني نقيب للقراء في مصر. الشيخ أبو العينين شعيشة خارج مصر ربما يكون معروفا أكثر من داخل مصر. لماذا؟ لأن هنا ده مننا بتاعنا، إنما بره بيحرصوا ويدققوا في تلاوات الشيخ واقتناء إبداعاته حول العالم. المراكز الإسلامية في أمريكا وفي جميع أنحاء العالم كانت تستضيف الشيخ بدعوات خاصة أو من قبل وزارة الأوقاف، حيث كان مستشارا لوزير الأوقاف لشؤون القرآن الكريم. أخيرا أستاذ محمد، هل نقدر نقول أن الشيخ أبو العينين شعيشة أخذ حقه بين القراء المصريين سواء السابقين أو من عاصروه؟ هو له مكانة كبيرة جدا، لكن قلة المعروض من التسجيلات ينبغي أن يحدث اهتماما بها. هو الشيخ له يعني أرباع مشهورة جدا، منها اللي احنا سمعناها منذ قليل، ينبغي أن ننقب. يعني تلك هي رسالة لكي نعيد إلى البشرية. هل في دور لنقابة القراء بما أن حضرتك متحدث رسمي باسمها علشان تعمل أو تساعد في عمليات التنقيب والبحث عن قراءات أو تسجيلات للمشايخ سواء شعيشة أو غيره؟ يعني دور النقابة ده رمز. الشيخ أبو العينين شعيشة رمز. يعني تيجي تجيب الشيخ عباس أول نقيب، بعد كده الشيخ أبو العينين شعيشة، بعد كده الشيخ الطبلاوي، بعد كده الشيخ محمد حشاه. الشيخ شعيشة كرمز ليس النقابة لا تملك أنها تنقب إلا بين العوام. أما المتخصصين بقى عندنا هنا الأستاذ عبد العزيز عمران في التلفزيون المصري حفظه الله، ده بيطلع بينزل عند حضراتكم هنا وبيطلع هذه الثمار، هذه الأشياء الجميلة النافعة التي تخدم الإسلام والمسلمين. فهنا يكمن يعني ضرورة البحث، ونحن نناشد التلفزيون المصري بأن يبحثوا والإذاعة المصرية عن تسجيلات الشيخ ليقدموها هدية للمسلم العالم، وخاصة ونحن في شهر رمضان شهر القرآن المعظم. شكرا لحضرتك أستاذ محمد السعاتي الصحفي بجريدة عقيدتي المتحدث باسم نقابة القراء، شرفتنا وكل سنة وحضرتك طيب. شكرا لحضرتك، شكرا لكم، كل عام وأنتم بخير. كده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا النهاردة في هذا الصباح، بكرة إن شاء الله موضوعات جديدة وحوارات جديدة. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.